ايه رأيك دلوقتي لو عملت لك شعرك كده وعملت لك حلاقة شكلها حلو؟ ايه رأيك؟ شعري ايه مش عايز تحلق شعرك؟ وانت بتقول لي لا مش هحلق. انا احلق لك شعرك بقى واوريك شكلك هيبقى عامل ازاي دلوقتي. هو في الاول وفي الاخر هو احنا بنعمل خير عند ربنا. انا حسيت ان انا استغليت وظيفتي صح، يعني لما بشوف شكله قبل الحلاقه وبعد الحلاقه هو بيبقى فرحان جدا، بحس ان انا لما بكبر بخاطر الناس دي انا بنجح في حياتي قوي. انا اسمي اسلام، شهرتي كبو، شغال حلاق، شغال في صالون حلاقه من اكبر صالونات حلاقه في مصر. كنت بنزل الشارع اشوف ناس كتير قاعده على الرصيف كده وانا ماشي الصبح مثلا رايح الشغل، فكنت بلاقيهم شعرهم كبير قوي وقاعدين كده على جنبي. هي الفكره كانت جات لي من هنا، اللي هو انا كنت حابب ان انا اساعد الناس دي. فانا بصفتي انا اللي هو اللي انا حلاق هو ده المجال بتاعي، الحاجه اللي انا مثلا شغالها، فقلت خلاص انا هبتدي ان انا اساعد الناس ديت، اللي انا هاخد العده بتاعتي وانزل احلق لاي حد هلاقيه قاعد على رصيف. اوريك شكلك هيبقى عامل ازاي دلوقتي. مفيش حد بيعمل مع حد كده، بكون لابس كلافز والماسك بتاعي والحاجه بتاعتي كلها، ومعايا ادوات كامله للموضوع ده، معايا شنطه العده كامله. من رمضان اللي فات لحد دلوقتي حالق لعدد كبير جدا، بنزل في كل ميدان وبلف في اي ميدان، وممكن مثلا في النزله ديت اللي هو اليوم اللي انا بنزله ده ممكن احلق لـ20 شخص. بفضل الف في الشارع واحلق للناس دي وبعتبره يوم شغل عادي، يوم شغل عادي لحد بالليل، واخلص شغل واروح او مروح البيت تعبان، اللي هو انا راجع من الشغل. بس مقابل الشغل ده مش فلوس بقى، مقابل الشغل ده بقى عند ربنا، يعني احساسي وانا بحلق لهم بكون مبسوط جدا طبعا، بكون فرحان ان انا بعمل حاجه يعني بكبر بخاطرهم، يعني جبر الخواطر ده هو الطف حاجه. يعني هو انا الاول كنت بحلق عادي، يعني بنزل اشوف اي حد غلبان فبحلق وخلاص. فوانا قاعد فكرت قلت طب ما هو انا المفروض انا ممكن احلق له واجيب له لبس، يعني ممكن احلق له ويلبس برضه، عايز عيني تشوفه متغير. جمعت فريق تمام، وكل واحد بقى معاه عدته، وان شاء الله الموضوع هيكبر اكتر واكتر. بننزل كل اسبوع يوم، بتبقى بنحدد ميدان مثلا، يعني مثلا احنا الاسبوع الجاي هننزل ميدان رمسيس، الاسبوع اللي بعده احنا هننزل ميدان كذا، الاسبوع اللي بعده بس. فكل اسبوع بننزل ميدان، كل اسبوع بننزل ميدان لحد ما مثلا عددنا يبقى اكبر والفريق يبقى اكتر. هنحدد مثلا ايه، كل يوم في الاسبوع مش هننزل ميدان واحد، لا بدل ما كنا بننزل ميدان لا هننزل كذا ميدان لحد ما نكبر الموضوع. يعني وانا في الشارع وبحلق للناس ديت رد فعل الناس بقى الطبيعيه اللي ماشيه بيبقوا مبسوطين طبعا وفرحانين، والناس كلها بتبقى ماشيه بتدعي لي الحمد لله. دلوقتي مطلعين عليا حلال غلابه، يعني انا دلوقتي بمشي في شارعنا بيقولوا لي كده، والله خش اشتري حاجه من اي حته حلال غلابه مش عارف ايه. بس انا حسيت ان انا استغليت وظيفتي صح، اللي هو بدل ما انا حلاق لا انا حلاق وبنزل اعمل كده، وبروح بكون مبسوط جدا وفرحان، اللي هو انا مش حلاق بس لا ده انا حلاق وقدرت ان انا اعمل حاجه واكبرها واخلي كل الناس تقلدني وتعمل كده، فطبعا دي حاجه عند ربنا كبيره مش صغيره الحمد لله طبعا. اكتر رد فعل بسطني لما بيشوف شكله بعد الحلاقه، دي اكتر حاجه بتبسطني، بحس ان انا لما بكبر بخاطر الناس دي انا بنجح في حياتي قوي، وبحس ان حياتي بتتطور، وبحس ان في حاجات بتتفتح لي، وبحس ان انا مبسوط جدا والله العظيم، حرفيا ان حياتي بتتغير تحول، كفايه بس الراحه النفسيه اللي انا فيها الحمد لله. يعني
عايز اوصل لكل الناس اللي هي تعمل خير، اللي هي مش شرط حلاقه، لا كل واحد يعمل كده للمجال بتاعه. يعني انا حلاق، فقدرت ان انا مثلا بصفتي ان انا حلاق انزل احلق للناس دي، مثلا انا بتاع لبس انزل البس الناس دي، ساعتها والله العظيم مش هيبقى في حد غلبان، هنبقى يعني كلنا واحد، كلنا زي بعض. لو في اي حد يقدر اللي هو يساعدني ان انا اجيب الناس ديت مثلا وبعد ما احلق لها والبسها والكلام ده هو يشغلهم، يعني يبقى ليهم شغل وظيفه، ساعتها دي هتبقى حاجه جميله جدا بقى. اكتر دعوه فعلا بجد هزت قلبي وخلتني ان انا، يعني دي كانت من ضمن الحاجات بجد اللي انا خلتني اكمل في القصه دي، حد كده مسك ايديا والله العظيم وبص ربنا كده في السماء وفضل يدعي لي ربنا يكرمه زي ما اكرمني وفرحه كده، يعني دي من ضمن الحاجات برضو اللي بسطتني.